ما كانت فكرة إن أنا أغني، لأن إحنا في العائلة ما عندنا حد مغني أبداً. ممكن أقول إنه أنت أول فنان بالخليج يعمل أمو بيانو بهاي يس الأغنية. يس. طيب بنحقق معك بس في شغلات تمام شوي حساسة. هي هذه الفضايح. إيه. وحتى والدك كان عنده رتبة عالية. أوكي لهنا. إيه بس ما نكمل يعني. شو شخصة قلب له؟ يعني اللي يشوف الكليب هذه كانت حياة ويدو الحقيقية. عمني لو قلت أهم دولا كبالنا دبليو براند. شفت الانبهار كان جدا مستغربة يعني إني أغني. فترة شاركت ببرنامج عربس جود تالنت. نجوى كرم قلت لي ما حبيتك. بيقولوا إنه الكلمات دائما هي الأساس. حاليا هذا الجيل ما بيسمع كلام. كيف مجلة إيطالية بتملكها أنت بدبي؟ وصلت مرحلة أتوقع خلص أنا سولفت كل شيء بحياتي. هلا شباب، حلقة جديدة وأسبوع جديد من برنامج راب أب. اليوم حيكون معانا ويدو من العراق. خليكم معانا، راجعين بعد شوي. هلا ويدو حبيبي، شخبارك؟ شخبارك عمري حبيبي. الله يخليك. الله يخليك. أنا كمان مبسوط أنك معاي اليوم. ويلا ندخل على طول في البرنامج. يلا. وأول فقرة اللي هي بورتري. أوكي. نتعرف فيها على الفنان اللي معنا. تمام. أنت بدأت ب2009 صح؟ صح. وكيف كانت البدايات؟ كيف فكرت تبدأ تغني؟ أنا بديت أغني في 2009 لكن كنت أكتب قبل فترة طويلة. كانت كتابات عن حياتي، عن شو اللي بيصير، أشياء هذه جدا بسيطة. 2009 هي كانت لحظة أن لازم أجمع كل هالملاحظات الذكريات وإني أنزلها، بس ما كانت فكرة أن أنا أغني، لأن إحنا في العائلة ما عندنا حد مغني أبدا. أوكي. كانت الفكرة أن أنا أخليها كتاب وأنزلها. واو. بس بوقتها كعمري وكذا ما كنت أعرف كيف أنني أسوي هالموضوع كتاب. قلت خلينا أغني هراب. مشت ومش الحال. مشت. مش الحال. وعملت كم أغنية، أنا اخترت منهم اثنين راح أتكلم عنهم اليوم. أوكي. أول أغنية اللي هي قوي وذكي. أوه. خلينا نشوف منها مقاطع ونرجع. تمام. يلا. Any clever, put them together. Tell the world they do and never die. Keep it up and say I'm winning forever. Tear with the sky. Strong and clever, put them together. Tell the world they do and never die. Keep it up and say I'm winning forever. Tear with the sky. سو أغنية قوي وذكي هي من زمان صح؟ 9 سنين أو؟ لا هي غنيتها كانت في 2013. 2013. 11 سنة. إيه 11 سنة. كيف صورت الفيديو كليب؟ كيف كانت الأجواء؟ قوي وذكي طبعاً هي بتتكلم عن حياتي الحقيقية، يعني اللي يشوفوا الكليب هذه كانت حياة ويدو الحقيقية، الظروف اللي مرت علي قبل 2011، كل الأشياء اللي صارت. قوي وذكي عندي بي جدا ذكريات كثيره. واحده من اهم الذكريات ان انا يوم ما ردت اصور الاغنيه انا زيرو بادجت. زيرو بادجت حرفيا يعني. فكنت كل ما اريد ان انا اصورها بمكان كسبونسر او شيء او كذا ما بتتوفق. بعدين في شخص صديق هو مصور، قلت له اقول لك تعال صورها انا بخرجها، بقول لك صورني هالزاويه وهالزاويه ونمشي الدنيا. مشت حلوه. طلعت حلوه. طلعت. طلع فيديو كليب طلعت. حلو. Yeah. كمان في كم اغنيه نزلتها اكيد بعد قوي وذكي، بس انا اخترت اغنيه بوسه. خلينا نشوف مقاطع ونرجع نحكي لك ليش اخترتها. تمام. يلا. ايش رايك بوسه؟ ليش هالهوسه؟ جنك عروسه، عيوني مهووسه بجمالك يا ابس بوسه، قلبي مغروسه ايش وقت ثاني اشوفك، قلبي محبوسه فيل دنجيرس. أغنية بوسة ممكن أقول إنه أنت أول فنان بالخليج يعمل أمو بيانو بهاي. yes. الأغنية. yes. كيف جاتك الفكرة وليش اخترت الأمو بيانو؟ جيت على دبي طبعا صورت سجلت أول أغنية راب إلي وكذا، هذه بعدين التقيت موزع نيجيري كنت أريده ينطيني البيت اللي هو مال راب اللي أنا أحبه والماشي عليه، أعطاني نكة ثانية، هو بيشتغل أمو بيانو هذه الأفرو بيت. أوكي. سوفنت قلت له أوكي ممكن. فجتني الفكرة وأنا بسجلها، يعني كان طبعاً فريستايل، فإحنا قاعدين بكتب الجملة بنسجل، أكتب الجملة سجلها. بعدين قلت له أقول لك خلينا غير هذه الجملة خليها عراقية، قال لي عربية. أوكي. عراقية ما شايف. قلت له أنا حشوفك. فمشت أيضاً. فبديت فن أما بيون حيصير سنة تقريباً، نزلت أكثر من أغنية بعد بوسة بنفس هذا الستايل. صح. وكانت ميكس بين العربي والانجليزي. عربي وانجليش واروبا اللي هي اللغه الافريقيه. سمعت في لغه غريبه. يا لغه افريقيه طلعت كثير حلوه، اغنيه كثير حلوه. هلا تعرفنا عليك كفنان، بدنا نروح لفقره نتعرف عليك كانسان اكثر. يلا. جاهز؟ جاهز. يلا جداً. نروح لفقره ما وراء الفنان.
سو نحن بفقرة ما وراء الفنان نفس ما حكيت لك قبل نتعرف عليك كإنسان أكثر. أوكي. شو الأشياء اللي بتسويها؟ فضايح هنا وإصرار وكذا. لا لا مو فضايح بالعكس أشياء حلوة يلا. بتسويها بعيد عن الراب وعن الموسيقى إن جنرال. أول شيء أنت ما شاء الله ممكن تقول رجل أعمال وعندك حتى شركة إنتاج وتسويق اللي هي The 32 مضبوط. كيف بلشت الفكرة وشو اللي خلاك تعمل هاي الشركة؟ أول ما جيت على الإمارات بديت أشتغل إعلانات وهذه الأمور وكذا، ففكرت إن أنا أصور فيديو كليب اللي هو بوسة كانت أول أغنية. كيف أصور الفيديو كليب؟ أنا ما بعرف أحد بالإمارات، كنت جاي جديد، كيف أصورها؟ لازم أدور على مصور، لازم أدور على مونتير أو أروح لشركة إنتاج. والله قاعد مع حالي قلت طب ما تخلينا نسوي شركة إنتاجي، أنا أصور الحالي وأصور الباقي الفناني، ومشت الدنيا. صح، ومشت الدنيا والشركة ما شاء الله شغالة الحمد لله والشكر، وعندنا عقود كثيرة مع حكومة أبو ظبي وحكومة دبي، وأيضا مع مشاهير كثير على السوشيال ميديا. يعني بتعملوا بروجكت سلام مع حكومة دبي وأبو ظبي؟ نعم أكيد. ما شاء الله، ومش بس شركة الإنتاج، أنت حتى كمان بتملك المجلة الإيطالية فيلينا. مضبوط. كيف مجلة إيطالية بتملكها أنت بدبي؟ مالك المجلة كنت قعدت معاه مرة كوفي بندردش هالأمور، قال أنا عندي مجلة من كذا سنة مسويها مختصة بالفاشن والسليبرتيز نيوز وهالأمور، بس شكلها تعب منها. قلت له طيب لا تقفلها ولا شيء، أعطيني الحقوق الحصرية للشرق الأوسط وأنا أشغل الدنيا. حاليا الحمد لله والشكر بنسوي مقابلات، مقالات المشاهير، بنغطي تقريبا 90% من الإيفنتات اللي بتصير في الإمارات، أي شيء يخص الفاشن، التمثيل، الفن، كذا. جنرال أي شيء له علاقة بالفن والفاشن بالضبط تغطوه. ما شاء الله، so proud of you صديقي العزيز. Thank you هلا تعرفنا عليك كفنان وكإنسان، بدي أطلب منك فيرس من أغنية اللي أنا سمعتها وعجبتني اللي هي قلبالة. صح؟ قلبالة. قلبالة. يلا تعطينا فيرس من أغنية قلبالة. أكيد طبعا. ونرجع. يلا. شكرا على الفيرس حبيبي، أغنية عجيبة غريبة، عندي بيها ذكريات كثيرة. شو شخصة هاي قلبالة؟ قلبالة غريبة فريستايل. على أول ما دخلت على الإمارات قبل 3 سنين تقريبا، أول 4 أيام متابعين يقولوا ويدو خلص شكلك انتقلت الإمارات حتبطل فن كذا، ما عرف إيش. أنا كنت بلس أمسك إعلانات كثيرة ببقتها فقلتهم لا أنا حغني بس أنا ما أعرف حد بالإمارات حتى أسجل. من أمازون قعدت كل يوم أطلب مايك، أطلب كرسوت خارجي، أطلب كذا، وأنزل ستوريات. كواليتي حلوة. سجلتها بغرفة الفندق. أوف. وذكرت بيها يعني إن أنا ويدو خلاص مستمر، ترى لا توقعوا إن أنا انتقلت لدولة ثانية أو شيء وما أعرف أحد فأنا حوقف. فهذه الأغنية لا هذه. بيرفكت. شكرا كثير على الفيرس. هلا راح ندخل في فقرة اللي هي بنسميها تحقيق. هي هذه الفضايح. ايه هون بنحقق معك. تفضل. في مش في فضايح، بنحقق معك بس في شغلات شوي حساسة. اوكي. والدتك مستشارة قانونية في مكان كبير ما شاء الله. مضبوط. يعني بدون ذكر الاسم شكرا. وحتى والدك كان عنده رتبة عالية. اوكي لهنا. اي بس ما نكمل يعني. كان رتبة. يعني ما نتكلم عن ما راح اتكلم بالتفاصيل عن الوالدين اللي يخلي لك اياهم. فنفس ما حكيت هلا مستشارة قانونية الوالدة والأب كمان رتبة ما شاء الله، يعني كان الجو شوي سيريس. أوكي. فهل واجهت أنت واجهت صعوبات إنك يعني تعمل الفن وتغني في ظل هاي الجو؟ إيه طبعا. أنا من بداية أغني 2009 كان والدي أنا استشهد، يعني قتل في 2006 يرحم موتاك. فبوقتها كانت الوالدة، لحد الآن أتذكر اللحظة، جبت أجهزة أني أنا أسجل هوم ستوديو في غرفتي، فأنا بسجل صوت عالي تدري وريكورد وعيد وكذا. فالوالدة فتحت الغرفة قالت لي إيش تسوي؟ قلت لها بسجل أغنية راب وكذا، وهذه الملاحظات حياتي اللي عدت علي، فبحاول أنزلها بأغنية. كانت أول أغنية لي اسمها آخر فرصة. فقالت لي
شفت الانبهار كان جدا مستغربه يعني اني اغني. قالت لي يعني طبعا انا اهل والدتي الله يحفظهم كلهم قانون، يعني اصغر واحد فيهم محامي واهل والدي الله يحفظهم الموجودين كلهم سلك عسكري. يعني ما عندنا شخص غير السلك العسكري، ما في حد مغني او شيء. لا لا ابدا ابدا ما عندنا، الوحيد اللي طلع بنحب الفن بس ما عندنا يعني ما في حدا بيأدي الفن اني لا لا ابدا نهائيا. فقلت لها لا يعني انا هذا فني يعني اغني وكذا هيك. فقال هي كانت ماخذة الصورة ان انا حغني الطرب، ان انا انزل في ملاهي ليلية هذه اللي يسموها النايت كلابس او كذا هيك. فقلت لها لا يعني هذا الراب اتجاه اخر، هذا قصة الشخص حقيقية، هو بيغنيها يأديها فحيكون بهالطريقة. من بعد فترة هي كانت الداعم الأكبر إلي، فالحمد لله والشكر يعني مشت. بس هذه الصعوبة اللي كنت بواجهها بدا، كيف أن أنا أقنع والدتي، كيف أن أنا أنزل أغاني نظيفة، أغاني يعني ما بيها كلام تجريح أو شيء أو كذا. ما يخلي لك إياها. طب هاي كاميرتك، رسالة لوالدتك الله يخلي لك إياها إذا بتشوف هاي الفيديو، شو بتحكي له؟ شكرا أمي على كل شيء سويتي بحياتي، شكرا من فترة ما حملت بي لهذه اللحظة، أبوسك على راسك مليار مرة وأشكرك من كل قلبي، مو قدام الكاميرا، ورا الكاميرا وبأي مكان أروح. ما يخلي لك يا. طب الملف الثاني اللي بنحقق فيه أوكي. اللي هو فترة شاركت ببرنامج Arabs Got Talent. واو زمان صح؟ 2012 حس روحي عجوز، التذكرة شكلها جدا قديمة. عجزنا اي والله صدق كبار 2012 هاي مبارح نشوف احنا كبار بس من نقعد نحسب سنين صح. بس الغريب انه حتى كانت ظروفك الماديه كانت شوي صعبه وعملت شيء غريب عشان تقدر تسافر، احكي لنا القصه كيف كانت. طبعا انا اشتركت في الموسم الثاني، الموسم الثاني كان هو الاول والثاني كان ما في Arabs Got Talent في العراق، لان انت لازم تختبر في الدوله اللي انت فيها بعدين تترشح لهذه اللجنه اللي هي كانت فيها. بالاول كان لازم تروح تختبر في البلد اللي انت فيها. في الاول والثاني احنا ما عدنا، فانا كنت مجبور ان لازم اطير لبيروت باختبر الاختبار الاول، اذا نجحت باختبر الاختبار الثاني. البوجت ايضا كان عندي زيرو، لان بذيك الوضعيه انا كنت اشتغل البيت والدتي كذا، فكل شيء على كتافي. اضطريت ابيع كان شيء على الشيء عندي بذاك الوقت هو السبيكرز. المغني الراب ما يقدر يغني بدون سبيكرز، مايك يقدر يبدله، وريفر يقدر يبدله، بس السبيكرز. المهم فطرت ان انا ابيع الولد الصديق وحتى احجز بس التيكت واروح. الحمد لله وشكر توفقت، اخذت 2 نعم من الفنان الرائع ناصر القصبي والعميد علي. نجوى كرم قلت لي ما حبيتك، لا يزال كل هالفتره اريد اعرف ليش ما حبيتك. خلاص بتشوف الفنان رائع وبنعرف ليش ما حبيتك. شكرا على صراحتك وبنعتذر اذا تكلمنا في اشياء ما بدك تحكي لا فيها. لا ابدا هذه ذكريات. الله يخليك. خلصنا تحقيق، راح نطلع من هذا الجو السيريس ونروح نلعب انا وياك لعبه. جاهز؟ جدا يلا. جاهز، اموت على العاب انا. يلا يلا بنروح على فقره This or That. سو نحن بفقرة This or That، نفس ما حكيت لك قبل، هي لعبة خفيفة ظريفة، بخيرك بين شغلتين وبشوف شو بتفضل انت. اول شيء بدي اخيرك بين This الكلمات وذات الألحان، شو بالنسبة لك أهم في الأغنية عشان تكون ناجحة؟ This الكلمات وذات الألحان. الألحان. ألحان. ليش بيقولوا إنه الكلمات دائما هي الأساس؟ حاليا هذا الجيل ما بيسمع كلام. ما بيسمع الكلام. ما بيسمع. لا بالموسيقى ولا في الحياة. فعلا بيسمع رذم، بيسمع تيمبو، بيسمع الفايب. يعني طالع بالسياره يحب يشغل اغنيه بتخليه فايب، بتخليه سواء على احساسه حتى لو حزين، مو اللي يسمع كلام حزين بس يريد يسمع شعور حزين، موسيقى حزينه. فالالحان بتلعب دور حاليا جدا عندنا. اوكي عندك This فيديو كليب وذات انه يكون كفر، يعني اوديو بس موسيقى. شو الاهم؟ لازم فيديو كليب. لازم. بس في ناس نجحت بكفر بس عادي، يعني ما عملت فيديو كليب. بتعتمد على مسيرة الفنية أو بتعتمد على الأغنية في بعض الأحيان. بعض الأحيان في أغاني. أنا تعرف ليش سألتك؟ لأنه أغلب أغانيك فيديو كليبات. بحب الفيديو كليب. ليش؟ يعني ما بعرف، ما بحب أنزلها أوديو. من أنزلها أوديو بحس إن ما بتوصل فكرة كاملة يعني للمشاهد. إذا تسمح لي 10 دقائق من وقتك، في عندي أغنية اسمها كان مذكرات زوجة. مذكرات زوجة خليتها أوديو ونزلتها أوديو، ما وصلت صحيحة للمشاهد. كانت فكرتها إن في إنسانة بتراسل ويدو الفنان وبتقول له أنا زوجي هاملني،
بنتي هاملها بيطلع من النهار يرجع بالليل ما مهتم للبيت كذا كذا وانا حاسس انه بيخوني. ويدو بيرد عليها بالفيرس الثالث بيقول لها خلص بعض الرجال احتمال يخون احتمال كذا الله يسهل عليك رتبي امورك كذا. كأنه حوار. كأنه حوار. اوكي. الفيديو كليب كان المفروض ينزل بس ما نزل. بالفيديو كليب ويدو الفنان بيرجع بيشوف اللابتوب الشخص اللي بيراسله هو من بيته كان. اوكي. فبتشوف بفرق كبير من نزل اوديو الناس ما فهمته. صح صح. كنت حاب اوصل فكره للناس مو انا طبعا كأبخونة وكذا بس الفكره ان الشخص اللي بينصح مرات هو يكون محتاج نصيحه. صح صح صح. طبعا اغنيه قديمه 10 سنين. خلاص اقنعتني. طب بخيرك بين ذس الان وبيانو وذات الراب اللي هو الاندرجراوند الموسيقى الحقيقيه. سو ذس امو بيانو ذات راب. شو بالنسبه لك اقوى؟ الراب. يب. بس انت بتعمل هلا امو بيانو فمش منطقي يعني. بعمل مش موضوع منطقي. الراب بيوصل قصه حقيقيه، قصه انت بتعيشها. الرابر يعني تكون قصه صايره بحياتك بتعيشها. وصلت مرحله اتوقع خلص انا سولفت كل شيء بحياتي، ما في موضوع بيصير علي جديد، كل شيء بيتكرر. فالامو بيانو خلص هذا شيء، هو فايب، شيء بيحبون الناس، الاذن بتحبه، بيرقص، ميوزك نايس. في الاساس الراب اكيد طبعا. اوكي طب اذا خيرتك بين ذس رياده الاعمال اللي انت اوريدي بتسويها وذات الفن ان جنرال، شو اللي مستحيل تستغنى عنه؟ ذس رياده الاعمال وذات الفن. الفن طبعا. مع أكيد. انه حكينا يعني كم مره انه كان بيكون عندك لو بادجت ما تقدر تصور ما تقدر تسافر، فبعتقد رياده الاعمال بتساعد. ريادة الأعمال ممكن تتغير بأي وقت. هذا من أنت ذكرت فعلا أن أنا في بعض الأحيان بيصير عندي لو بوجيت منكسر، بوقف فترة احتمال سنة ما أغني وبعدين أرجع أغني. هذا دليل أن أنا متمسك بالفن أكثر من موضوع ريادة الأعمال. بس كمستقبل ما يهمك المستقبل؟ الفن أنا عندي شغف، هواية، شيء بستمتع به. شلون شخص مثلا بيلعب كورة فبيحب يأخذ كورته وبيلعب وكذا، وهاي شيء بتستمتع به أنت كرياضة. أوكي. مثلا يعني رياضة الأعمال هذا بزنس، ممكن يخرب البزنس، بفتح ثاني غيره، بسوي أي شيء ثاني. الفلوس بتروح وتجي بس الفن مستحيل تستغنى عنه. صعب. أوكي طب آخر واحدة، بما أنك أنت عراقي ومبين حتى من لهجتك. يا حبيبي بخيرك بين شغلتين وبشوف. بخيرك بين ذس العراق بلدك الأصلي وذات الإمارات اللي أنت منشئ فيها، شو اللي بتختار؟ اختار على اي يعني اتجاه تقصد؟ اختار يعني اللي مستحيل مستحيل تطلع منه وتستغنى عنه انك ما ترجع له، العراق او الامارات؟ العراق. العراق ليش؟ ليش؟ ذكريات و جذور. اني لو ما كانت جذوري كبالعراق قويه، لو ما شفت الصعوبات، الأشياء، الفن اللي وصلت لنا بسبب الصعوبات والعقبات اللي نواجهتها بحياتها، احتمال ما كنت أقدر أوصل هالفترة وأجي للإمارات وأدي الفن اللي بأديه بهالطريقة. الأغاني مالتي بتنسمع everywhere، سبوتيفاي، آيتونز، أنغامي، يوتيوب، فيفو عندي. بتجيب أرقام حلوة يعني. أنا شفت you. يعني ما شاء الله عندك أرقام حلوة. فأني العراق واللبنان هو اللي وصلني. مع أن الإمارات أعطتك فرصة إنه to grow up. أكيد. بس العراق مستحيل تستغنى عنه. لا طبعاً. طبعاً لا. أوكي شكرا كثير على صراحتك حبيبي. خلينا نروح لفقرة فري ستايل وبحكي لك شو بنسوي بالفقرة. حب هذه. يلا نروح لفقرة فري ستايل. صرنا إحنا بفقرة فري ستايل. أوكي. جاهز؟ جاهز جداً. بفري ستايل طيب. بالعادة بناخد فري ستايل عند الرابر اللي بيكون معانا أو الأرتست اللي معانا، بس إحنا معانا شيء أحلى من الفري ستايل اللي هي أغنية حصرية لسه ما نزلت، حنسمعها اول مره على برنامج راب اب. أكيد. اللي هي سويت موناليزا. سويت موناليزا جاي تعطينا فيرس هنا؟ اكيد جيب المايك يلا. يلا نروح نسمع فيرس من اغنيه سويت موناليزا حصريا على برنامج راب اب ونرجع لكم. Sweet Mona Lisa, Sweet Mona Lisa, meet me for Kona, Sweet Mona Lisa, show me your baka, Sweet Mona Lisa, gululu, يا حبيبي gululu, لطافة جمالش gululu, فدوة ضحكتش gululu, oh baby gululu, Mona Lisa gululu. Baby, go lululu. I like you the way you go lululu. I love you the jinjami. Baby girl, make you have mercy. I know you're just some funny. انت حاسة كل احلامي.
حبيبي شكرا كثير. حبيبي شكرا لك يا عمري. استمتعت معك اليوم. استمتعت اكثر في شيء طبعا ما ذكرته بدايه البرنامج قلت علشان بس الفايب مالتك يبقى. ايه. احتمال تسمع بعد ما راح تنزل حلقه اناني مو ارفض مو بهالكلمه اقولها بس ما بحب اعمل لقاءات. السبب لان انا ما بحب اتكلم. والله والله بس انا خليتك بس تتكلم. خليتنا نتكلم زائدا انا من بدينا نرتب على الحلقه شفت بعض الحلقات لك الفايب ما شاء الله اللي عندك الديكوريشن الامور طريقه تقديمك طريقه استجابتك وتعاملك مع الفنان قلت خلص لا هذا الشخص لازم التقي به لازم اسوي له الله يخليك ان شاء الله ما تكون اخر مره أكيد. اذا في اي شيء جديد كلمني وتعال نسوي حلقه جديده الله يخليك حبيبي وانا بضرب لكم موعد مع رابر جديد وحلقه جديده من برنامج رابط على قناه منصه المشهد.